منا اي حاجه ليها علاقه بالمانجا بتفرح القلب، يعني اخبار حلوه جدا لما نسمع اي حاجه عن المانجا اللي هي الفاكهه طبعا المفضله للناس كلها. في فعاليات كده مميزه وجميله ومختلفه وحضور كبير في مهرجان المانجو في نسخته الاولى بالاقصر. المهرجان ده بيشارك فيه تنظيم فعالياته مكتبه مصر العامه في مكان جميل وبديع امام طريق الكباش، بيتضمن عديد من الفعاليات والفقرات الفنيه وعدد كمان من الورش والمعارض لشباب الاقصر. احنا متعودين على مهرجان المانجا اللي في الاسماعيليه ودايما بنغطيه في صباح الخير، لكن المانجا الصعيدي بقى ما كانتش واخده حظها. خلينا نتكلم ونعرف تفاصيل اكتر من الاستاذ محمد حساني مدير عام مكتبه مصر العامه بالاقصر. صباح الفل عليك يا فندم. صباح الخير استاذه منى واستاذ محمد وعلى الساده المشاهدين. صباح النور. اهلا وسهلا بحضرتك. تفاصيل فعاليات اللي بيشمل عليها بقى مهرجان المانجا في الاقصر. هو طبعا مكتبه مصر العامه ومركز الاقصر للتراث الحضاري استضافت الحدث الثقافي الزراعي السياحي التنموي مهرجان المانجا، يعتبر الاول في الاقصر. والمهرجان كان بطعم الهويه المصريه القديمه الفرعونيه، مختلف عن مهرجان اسماعيليه واسوان. كان على المسرح الروماني بطريق الكباش بالمكتبه، لان مكتبه مصر العامه بتطل على طريق الكباش وبين معابد الكرنك ومعبد الاقصر. الله. ودي ميزه فريده ليها. فكان المهرجان على الكباش بيدي طعم الهويه المصريه القديمه، وكمان اطفال المكتبه ارتدوا الملابس المصريه القديمه كرمزيه وتعبير عن الحضاره بالاقصر. هايل. وضم المهرجان كمان فقرات ثقافيه كتير، منها انشاد ديني وغناء فردي وفنانين ومنشدين الاقصر، الفنون الشعبيه الفولكلوريه والربابه والزمره البلدي الصعيدي. مهرجان ثقافي كبير، وكمان في نفس الوقت بيبقى فيه نوع من انواع التسويق، اعتقد دي فكره لطيفه جدا انها تحصل في الفتره دي. بالظبط. وكان في فقرات للاطفال وفقرات تنوره وتحطيب والخيل وفي الكلور الصعيدي، وفقرات للرسم على الواجهة وتوزيع الايس كريم بطعم المانجا والعصير بطعم المانجا، وكان في عرايس الاطفال. كان في جو من البهجه كان في جو من البهجه، وكان كل جمهور الاقصر حاضر، اكثر من 7000 جميل من جمهور الاقصر رغم حراره الجو. كان بدانا الساعه 5 مساء واستمرينا لغايه الساعه 11 بالليل. جميل. لكن جمهور الاقصر العاشق الجميل للثقافه استطاع ان هو يتواجد وينجح هذا الاحتفال، وكان في كمان ورش للرسم للاطفال. جميل. يعني هو مهرجان متكامل فيه يعني متكامل جوانب فنيه كتير او ابداعيه. يعني عايز اسال حضرتك كده، من طعم الهويه المصريه زي ما حضرتك قلت لطعم المانجا بقى نفسها، يعني الاصناف اللي بتتعرض اشكالها ايه؟ ايه هي اهم الاصناف؟ كمان الاسعار الخاصه بيها، ناس كتير قوي ما يعرفوش المانجا الصعيدي، فكلمنا شويه بقى عن طعم المانجا دي وتفاصيلها والاصناف المعروضه. المانجا في الاقصر واسوان بتعتبر اول مانجا بتنزل السوق، يعني صحيح. عشان درجه الحراره المرتفعه فبتنزل قبل مانجا اسماعيليه وجه بحري. هي اول مانجا بتنزل. وكمان طبعا الانواع العويس والتيمور والزبده وكل الانواع الجميله دي، يمكن افضل حاجه احنا بنحبها العويس وفي الهندي. طبعا الاسعار كانت متناول الجميع ورخيصه جدا، والدليل ان بعد ساعتين من المهرجان احنا استمرينا حوالي 5 ساعات ونص نفذت كل الكميات، الناس اشترت لان كانت الاسعار رخيصه. ما شاء الله. يعني تتراوح من 14 ل 18 جنيه للكيلو. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، طب والمانجا اللي هتجي لنا ازاي في القاهره؟ انتوا خلصتوا كل المانجا. هنيجي عندكم بقى نشتري بالاسعار الحلوه دي. لا تشرفونا يا فندم، تشرفونا. وكان في كمان على الهامش كان في ورشه تجفيف، تعليم تجفيف المانجا. يعني الاقصر بتشتهر بتجفيف الطماطم، كمان طبعا تجفيف المانجا اتعمل لها ورشه حضرتك، وكان فيها من خلال متخصصين وبالتعاون مع وحده السكان. وكان في كمان معرض صور لمنتجات المانجا في الصعيد وفي الاقصر. عظيم. كان في كمان على الهامش مستشفى شفاء الاورمان اقام ركن تبرع بالدم لصالح الاطفال المصابين بالسرطان في الاقصر. وكمان كان في ركن للشيفات لعمل اشكال فنيه على المانجا.
جميل. وكمان كان في ركن لبيع المانجا بسعر مخفض جدا للاسر والعائلات، وكان في ركن برضه لشتلات المانجا، بيع شتلات المانجا. وكان المهرجان مجاني بالكامل الدخول، والجميع اهالي الاقصر زي ما قلت اكثر من 7000 من الجمهور حاضر رغم حراره الجو، وحضور طبعا القيادات الشعبيه والسياحيه، كان في عدد من الاجانب حاضرين رغم حراره الجو، والاعلام والصحافه والمجتمع المدني. كان مهرجان متكامل وكبير، يعتبر الاول من نوعه يعني، الحمد لله بفضل الله كان في شركاء منظمين معانا كتير. جميل. فهذا المهرجان هم طبعا كان ليهم دور كبير في نجاح وتنظيم هذا المهرجان. يا رب العالمي. دايما كده كل سنه تبقى كده سنه جميله، كل سنه، السنه دي اول سنه مهرجان المانجا بالاقصر، يبقى بعد كده ان شاء الله كل سنه نشوف مهرجان زي ده متكامل ثقافيا وفنيا، وحاله كده من حالات البهجه الجميله اللي مش غريبه عن اهلنا في الاقصر. بشكرك شكرا جزيلا وبصبح عليك الاستاذ محمد حساني مدير عام مكتبه مصر العامه بالاقصر.